على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، تم إطلاق برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء معيلات الأسر كمشروعين يهدف إلى دعم استقرار 1000 سيدة بهذه الجهة. فهذا البرنامج كيجي في إطار تنزيل التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله الملك محمد السادس نصره الله وأيده ودعمه القوي للمرأة المغربية ولتمكينها في جميع المجالات واستراتيجيات الوزارة جسر، وخاصة البرنامج جسر التمكين والريادة اللي عندنا فيه واحد الجزء ديال 3000 امرأة في كل جهة مع جميع جهات المملكة، لكن جهة بني ملال خنيفرة عندها واحد البرنامج إضافي اللي هو هذا البرنامج اللي كيهم 1000 امرأة بالإضافة ل 3000 امرأة اللي في البرنامج الوطني. البرنامج أطلق بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر عواطف حيار في إطار شراكة بين الوزارة الوصية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، مبادرة تهدف إلى تحسين قابلية تشغيل النساء والنهوض بصحتهن وأوضاعهن فضلاً عن تعزيز قدراتهن إزاء مختلف أشكال الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء يروم إدماج المسؤولات عن العائلات في وضعية هشاشة ضمنهن 1000 امرأة بجهة بني ملال خنيفرة و1000 أخرى بجهة الدار البيضاء سطات. المشروع يطمح إلى خلق بيئة مواتية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء معيلات الأسر،